حضرنا هذا اليوم احتفالية تخرج الدورة الأولى لروضة قطرات الندى الأهلية المسماة دورة تحدي النوارس. الروضة الأهلية تم افتتاحها هذا العام في قضاء تكريت محافظة صلاح الدين. التعليم الأهلي أخذ ينتشر انتشارا واسعا لمساعدة التعليم الحكومي. سرنا ما شاهدناه من فعاليات وحسن تدبير، أقدم شكري لإدارة الروضة والعاملات فيها. سلمان عنوان سلمان، مدير التعليم الأهلي والأجنبي بتربية محافظة صلاح الدين. اليوم حضرنا احتفالية روضة قطرات الندى بتخرج دفعة تحدي النوارس وانتقالهم إلى مرحلة التعليم الأساسي اللي هي المرحلة الابتدائية. نبارك لعوائل وذوي أطفال دفعة تحدي النوارس هذا التخرج من الروضة، ومتمنين لهم دوام الموافقية والنجاح في مرحلة التعليم الأساسي وهي مرحلة الابتدائية. على أحسن ياس، مدير النشاط المدرسي في مديرية التربية صلاح الدين. أقيمت روضة قطرات الندى حفلة تخرجها لطلابها الدفعة الأولى دفعة تحدي النوارس، وبحضور السادة الأكفاء أستاذ سلمان وأستاذ علاء وأستاذ رافع المحترمون طبعا، وكانت أجواء جدا رائعة وممتازة، وشكرا للسادة الحضور مرة ثانية وشكرا لكم.